ثقافتي كلها في القانون والمال. قالوا لي في الحقيقه ده تكنولوجيا الفقراء. قلت لهم طب ما احنا فقراء يبقى لازم نهتم بهذا الملف. بدانا نهتم بهذا الملف. قالوا لي ده علم النهارده مش علم الناس الاغنيه، ده علم الناس الفقراء اللي هو ممكن يحل مشاكل في الغذاء، يحل مشاكل في الطاقه، يحل مشاكل في كل حاجه. فمسكنا في الملف بايدينا يا استاذنا، اللهم اني اشهدك واشهد الحاضرين ان هذا كان ملفا ورقيا في جامعه القاهره. طبعا احنا في المركز ده لابد ان يعني نذكر في الحقيقه دور رائع ومهم لوزاره الاتصالات والكتيبه، ودور رائع ومهم لاكاديميه البحث العلمي. وكان الفكره انه الشراكه بين جامعه القاهره وبين اكاديميه البحث العلمي وبين وزاره الاتصالات ان ينشا هذا المركز لتوطين تكنولوجيا وابحاث ودراسات وتطبيقات النانو تكنولوجيا في جامعه القاهره.